النهارده الرئيس شهد جانب من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعه لوزاره النقل، ودي الاختبارات اللي بتتم بالتعاون مع الاكاديميه العسكريه المصريه لتعزيز جهود اختيار افضل الكوادر من المتقدمين. لازم نقف كويس قوي ونقف كتير عند العنوان المهم ده وعند الخطوه اللي عملها السيد الرئيس. احنا عارفين ومتعودين ان الرئيس حريص دايما ان هو يكون حاضر اختبارات كشف الهيئه، وبالنسبه للكليات الحربيه او كانت العسكريه يعني او اكاديميه الشرطه، علشان يبقى في حياديه وفي انتقاء لافضل العناصر، ويبقى في حتى حديث مع المتقدمين لهذه الكليات عن الشان العام، ايه اللي بيحصل في البلد، ايه اللي بيحصل في العالم. لكن الجزئيه او النقطه اللي في منتهى الاهميه النهارده ان الرئيس يكون حاضر يعني اختبارات للمتقدمين لوظائف في وزاره النقل، هنا لازم نتكلم عن الاشكاليه اللي عندنا، الجهاز الاداري للدوله والاصلاح اللي لازم يتم لهذا الجهاز. طبعا احنا عارفين ان في شغل كتير اتعمل لاختيار افضل العناصر ويروحوا للعاصمه الاداريه الجديده، بس ان احنا لما نختار ويبقى في ضخ دم جديد في الجهاز الاداري للدوله، لا، يبقى احنا كده بقى لازم نختار صح، في ايدينا الموضوع، نختار افضل العناصر، مش مساله وظيفه ومين متقدم ليها ومعاه بس كده الشهاده وخلاص. هل انت عندك من المقومات، عندك المعايير المطلوبه بالفعل تقدر تكون عنصر فاعل في الجهاز الاداري للدوله، ما تكونش عبء يضاف على العبء اللي احنا بنعاني منه اصلا من سنوات طويله. فطبعا ده خبر في منتهى الاهميه، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده لاختبارات وزاره النقل والمتقدمين للوزاره.